واحدا من المناظر التي لا تنسى لكل من حضر إلى هذا المكان، وهو منظر الشيخ محمد بن حمد آل ثاني. الآن الله، هدف للريال وسط الأجواء الماطرة ووسط أنظار تتسمر. الآن الآن أنشيلوتي يتقدم، المرينجي يتقدم، الريال يتقدم. يا سلام، هنا أبد ما فيها حالة تسلل، والتقدم الآن، وهدف يأتي عن طريق خيزيه ينجح إذن بتسجيل أول أهداف اللقاء. خيزيه إذن هكذا يتقدم وهكذا يحط كرة صعبة على دييغو سيرجيو في هذه الصورة. سيرجيو ما قدر يصيدها وسط أجواء رائعة وفريدة.